الريسك ممكن يكون موجود جوه المستشفى او بريفنت كير اسوشيتد انفكشن في كل حته، كل نقطه من نقط وكل صوت يا دكتور بيقطع خالص يعني، مش مسموع اصلا. طب الصوت مش مسموع عندكم كلكم ولا عندك انت بس؟ انا عندي تمام. لا عندي كويس. انا عندي برضو كويس، عندي تمام. طيب ممكن يكون النت عندك يعني بطيء او حاجه او في مشكله في الكونكشن كده احسن ولا زي ما احنا؟ طيب تمام. طيب كنا بنقول انه في كل خطوه من الخطوات بتاعت اي بروسيس بتحصل في الهيلث كير في ريسك، وانا شغلانتي اني اقلله من الهاي اخليه ميديوم او لو على قد ما، من اول المود اوف ترانسميشن والانفكشوس ايجنت والتايب اوف بيشنت والانفايرمنت اللي حواليه، البروسيدجر اللي بتتعمل، الكومبلاينس بتاعت الناس اللي حواليه اذا كانت ملتزمه ولا لا، الناس نفسها عندها اكسبيرينس وبتشتغل بطريقه مظبوطه ولا البراكتس فيها مشكله، الستافنج ريشيو من الحاجات اللي بتاثر على الريسك جدا. يعني مشهور الستافنج ريشيو دايما في الاي سي يو، لما يكون عيان على فنتليتور يقول لك لازم يبقى الريشيو 1 تو 1، يعني هو تمريض شغال مع عيان، غير لما يكون الريشيو تمريض شغال مع 2 عيان، غير لما يكون تمريض واحد شغال مع 3 عيان. كل ما بيزيد الورك لود بتاع الشخص كل ما البراكتس بتاعته ممكن تكون فيها غلطات اكتر او مشاكل اكتر او كروس انفكشن اكتر وهكذا. عشان كده في حاجات هاي ريسك معينه بيبقى ليها ستافنج ريشيو معين، زي ما بقول لكم مثال العيان اللي على بنت، العيان المحطوط على جهاز تنفس صناعي بيكون له ستافنج ريشيو لوحده، انه ده في واحد قاعد له لوحده، لانه لو قاعد الاثنين مع بعض او الريشيو قل عن كده بنلاقي ان بتاثر على معدلات الانفكشن كلها. طبعا الستافنج ريشيو ده بيبقى موجود خصوصا في التمريض، لان التمريض هم بيبقوا اكتر كونتاكت مع البيشنت، واكتر هيلث كير وركر بيتعامل مع الانفيزيف لاين والحاجات دي، وليهم ريفرنسز معينه تمريضيه، عيان الاي سي يو الستافنج ريشيو بتاعه كام، عيان الانبيشنت العادي الستافنج ريشيو بتاعه كام، عيان العيادات الخارجيه الستاف، كل حاجه ليها ستافنج ريشيو مخصوصه بحيث ان البراكتس تكون الاوبتيمال. طيب الريسكس اللي احنا بنتكلم عليها اللي موجوده بقى في الهيلث كير دي او موجوده حوالينا المريض، في ريسكس خاصه بالميديكال انترفينشن، وفي ريسكس خاصه بالعيان نفسه، في ريسكس خاصه بالفاميلي والفيزيتورز، وفي ريسك خاصه بالهيلث كير ورك. HCWSD هيلث كير ورك، هيلث كير وركر دي كلمه هتتكرر معانا كتير، يعني اي حد شغال في الهيلث كير بنقولها بقى على الدكتور، على الممرض، على العامل، على التكنيشن، على المعمل، على الامجنج، على اي حد شغال في الهيلث كير بنقول عليه هيلث كير. البيشنت فاكتور زي ما عددناها من شويه، احنا لسه معددينها قبل كده، عنده دايابيتس، السن، مش عارفه عنده تروما، عنده ثيرابي، عنده ليجننس، ديزيز، whatever. دي كلها حاجات خاصة بالعيان. دي حاجات خاصة بالميديكال لو مركب disease lines، لو عامل محطوط في ICU، لو exposed لأدوية immunosuppressive therapy، قاعد في المستشفى لفترة طويلة، دي من الحاجات اللي بتأثر قوي على الريسك بتاعي، اللي هو length of hospitalization. العيان اللي بيقعد في المستشفى فترة طويلة بالريسك بتاعه أعلى بكثير من اللي بيقعد يوم أو اتنين ويخرج. الستافنج ريشيو زي ما احنا لسه متكلمين، الديفايس اسوشيتد، وهنعرف ليتر ايه الديفايس اللي بتركب وكل ديفايس ايه الريسك بتاعه، من امثله على الديفايس زي الفنتليتور او الرينال كاتيتر او السنترال لاين، كل الحاجات دي بنقول عليها ديفايس بيركب في المريض وبناء عليه بيزود الريسك. عدد الهيلث كير وركر اللي بيشتغلوا معاه ليها علاقه طبعا بالستافنج ريشيو. الهيلث كير وركر نفسهم بقى ريسكس ثانيه، احنا كل ده كنا بنتكلم حوالين العيان والحاجات اللي بتحصل للعيان والحاجات اللي بيكتبها العيان، لكن الحقيقه ان الهيلث كير وركر بالريسك لوحده لو حصل وعيان دخل عنده ايه بورن انفكشن وانا ما كنتش عيان، وعملنا له ادمشن وانا مش واخد بالي،
وده ريسك على الهيلث كير. الجمهور كان يتعامل معايا بخدمة الكوش، واحنا بعد كده هنقول لما العيان يكون عنده كذا بستخدم كذا او بعمل بريكوشن كذا. كل كيس او كل مرض او كل حاله او كل تايب اوف انفكشن او في كل مود اوف ترانسميشن في بريكوشن باخدها. طب مش بيحصل ساعات ان ما كنتش لسه عرفت عنده ايه، او ما كنتش لسه عرفت هو المود اوف ترانسميشن ده، او ما كنتش لسه عرفت انه عنده اصلا ولا ما عندوش. كل ده بيحط الهيلث كير وركر في ريسك انه يتعامل وهو لسه ما عندوش المعلومه او لسه العيان مش ايدنتيفاي. طيب الهيلث كير وركر ممكن يتعامل مع عيان ما عندوش حاجه، يتعامل معاه بشكل طبيعي من غير اي بريكوشن، وبعدها يظهر على العيان ده الاعراض والسمبتوم والكلام ده. يعني العيان في الفتره دي كان في حاجه اسمها انكيوبيشن بيريد، او في الوقت اللي هو ما قبل ظهور الاعراض. والحقيقه ان في امراض بتبقى ما قبل ظهور الاعراض دي فتره اعدوى، يعني انفكت ستيت، يعني ممكن اتعدي منه من قبل ما تظهر عليه الاعراض. طب يبقى انا كهيلث كير وركر وارد اتعامل وانا مش عارف، وارد اتعامل وهو في الانكيوبيشن بيريد، كل ده بيحط عليا ريسك. اي حد من الفيزيتورز والفاميلي ممكن يكون كده برضه، عنده حاجه ومش باين مع دي، او عنده حاجه كده ومش باين، عنده حاجه ومش قايل وانا بتعامل معاه عادي. وبتحصل كتير بعد ما يخرج مش عارفه ما قلتش من الاول علشان يكون البريكوشن بتاعه كل ده رسم. كل ده رسم، وبناء عليه في بريكوشنز اما نبتدي ناخد ازاي هنعمل كنترول، ان في حاجات بنعملها ستاندرد لازم نعملها، زي ما بقينا دلوقتي كلنا لابسين الماسكات صح، فده بقى ستاندرد دلوقتي كله لابس الماسكات. ليه؟ علشان في ريسك ان بقى في عدوى والكلام. طيب في ريسكس خاصه في المستشفيات، في حاجه مشهوره قوي انا هقول لكم عليها دلوقتي وهناخدها برضو بعدين، بس عشان تبقى واضحه في اذهانكم. الميه دايما بيبقى فيها ووتر بورن انفكشن صح، ممكن تعمل ووتر بورن انفكشن، مشهوره قوي اسمها ليجينيلا. يعني الاسم ده هيعدي علينا كتير بعد كده، بس احنا نبقى عارفين ليجينيلا دي بتاعه الميه تمام، ما بيجيش في حاجه تانية، هي ووتر بورن ما بيحصل لهاش غير عن طريق الووتر سيستم او الووتر درينكينج او درينكينج ووتر او الايس او الحاجات دي. ليجينيلا مشهوره قوي بتاعه الميه، اي ووتر سيستم مشهوره قوي ليجينيلا. طيب الفنتيليشن سيستم برضو في المستشفى هناخده بالتفصيل وعن الحاجات اللي بتبقى مشهوره فيه، بس يعني دلوقتي خلينا نقول ان الليجينيلا دي مشهوره في التفصيل. بنتكلم برضو عن الريسك الخاص بالهيلث كير وركر، ونقول ان في ريسك للهيلث كير وركر غير بقى الايربورن انفكشن، هو عارف وهو مش عارف وهو في الانفكشن بيريد. في ريسك مشهور قوي على الهيلث كير وركر اللي هو البلاد بورن انفكشن. ايه البلاد بورن انفكشن دي؟ المشهورين طبعا البي والسي والاتش اي في. لما انا بتعرض وانا شغال في المستشفى لاي بلاد او بادي فلويد ممكن يتنقل لي حاجه من البلاد بورن دول. يعني ايه بلاد بورن؟ يعني الامراض المنقوله عن طريق الدم. الامراض المنقوله عن طريق الدم بي هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، واتش اي في، دول الاهم والاشهر. الحقيقه انهم ما بيقدروش، احنا هناخدهم طبعا البي والسي بالتفصيل والاتش اي في، وهنشرح كل حاجه فيهم والانفكتد ستيج بتاعتهم والانكيوبيشن بيريود وكل التفاصيل دي هنقولها، بس هي من اهم المخاطر اللي بتواجه الهيلث كير وركر في المستشفى. طب وبناء عليه يبقى انا ما ينفعش اتعامل مع بلاد او بادي فلويد من غير بارير جلوفز على الاقل صح؟ مفيش حدا هيحط ايده في جرح او في دم او في حاجه من غير ما يلبس جلوفز. طيب غسيل الايدين والهاند هايجين والكليننج والديس انفكشن، كل الحاجات بقى اللي بنعملها في المستشفى دي بنعملها ليه؟ علشان ما يحصلش كونتاكت مع بلاد، وعلشان ما يحصليش انتقال البلاد بورن فاكتور. اي حاجه من ضمن برضو احنا كده بنعدد في الريسك اللي بيتعرض له الهيلث كير ورك. الهاندلنج بتاع اللينن، اللينن ده من الحاجات المشهوره قوي في المستشفى. لينن يعني الملايات، الاقمشه،
المخدات، الحاجات اللي هي اللاندري اللي عمل معها الهيلث كير وركر واللي قد تكون مصدر لنقل عدوى. الشاربس في المستشفى، الحاجات الحادة العيان الانسان الهيلث كير وركر اللي ممكن يتشك او يتعور او النشرة يعوره او اي حاجة وتعرضه لكثير بلاد بورن انفكشن عن طريق الشارب انجريز. في حاجات ممكن يتعرض لها الهيلث كير وركر لو هو نوت فاكسينيتد زي التشيكن بوكس والميزل، الحاجات دي هناخدها في الاوكيوبيشنال هيلث ان لازم الناس دول يكونوا متطعمين ضد الامراض دي علشان هم معرضين انهم يتعاملوا مع بيشنت عندهم الحاجات دي منها، فلازم يكون الهيلث كير وركر في فاكسينيشن بروجرام معين بيدخل فيه علشان يحصل له بروتكشن من الحاجات. في حاجات تانية برضو ريسكس خاصة بالفود بويزنينج والحاجات اللي ليها علاقة بالجي اي تي والاكل جوه المستشفى ازاي بيتم التعامل. في ريسكس تانية خاصة بالفيزيتورز والفاميلي زي ما قلنا لو في اير بورن انفكشن انريكوجنايز، لو في اي حاجة خاصة بامراض للفيزيتورز والفاميليز نفسها برضو تشيكن بوكس والميزل، لو في فاميلي ممبر عنده حاجة او عنده بلاد بورن انفكشن ومش قايل، لو في مثلا ناس من الزوار او العائلات اطفال حوامل كل دي الناس البريجننت الاطفال اللي ممكن تيجي في الزيارات كل الحاجات دي ممكن يكون عليهم ريسك للانفكشن. انا كبتاع انفكشن كنترول بكنترول الريسك للمريض للفاميلي والفيزيتور للهيلث كير كل دول انا لازم اكنترول الريسك عليهم. اكيد طبعا مش كلهم بنفس الدرجه، واكيد طبعا البيشنت هو السنتر الاول يليه بعد كده الموظف يليه بعد كده الفيزيتورز والفاميلي، بس كلهم بنفس الدرجه يليه مش يعني اقل منه في الاهميه، اقصد اقول انه اقل منه في الماجرز اللي بناخدها او في الحاجات اللي بحتاج اشتغل عليها لانه بيبقى اقل اكيد في الريسك. الفاميلي والفيزيتورز بيبقوا اقل ناس في الريسك لكن الريسك موجود برضو ومن شغلانتي ان انا اعمله. بعمله كنترول ازاي؟ زي ما قلت لكم ده الاليمنت التاني او الموديول التاني اللي هناخده بعد ما نخلص من الموديول الاولين اللي هو اسمه بريفنشن. البريفنشن ده الحقيقه بيتم في الانفكشن كنترول بطرق كتير قوي 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 ولا مليون رسمه نعرف نجمعهم فيه، لكن مبدئيا انت اول ما بتدخل المستشفى بتعمل انفكشن كنترول بروجرام بتحط فيه كل الاكتيفيتيز والميجرز والبريكوشنز والبروجرامز والحاجات اللي انت بتشتغل عليها. بيبقى عندك محاور كتير قوي 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 بتشتغل عليها، كل واحده منهم بتعمل بريفنشن لريسك معين او بتكنترول ريسك معين. دي مجرد امثله عليها، اني بعمل ستاندرد بريكوشن هنشرحها برده بالتفصيل ونقول يعني ايه ستاندرد بريكوشن، وهي البريكوشن اللي بناخدها ستاندرد مع اي عيان بغض النظر هو عنده ايه علشان احمي نفسي من الحاجات اللي انا مش عارفها. بنعملها بالتريننج والإديوكيشن بتاع الستاف، لأن الستاف لما بيكون ويل تريند غير لما بيكون مش عارف أو بيتعامل عن جهل أو عن حاجة هو مش فاهمها. الهاند هايجين وهو الأشهر في الأكتيفيتيز بتاعة الإنفكشن كنترول وهنعرف بعد كده ليه هو الأشهر. بيرسونال بروتكتيف إكويبمنت بنقول عليها دايماً PPE، كلمة PPE هتقابلنا كتير يعني بيرسونال بروتكتيف إكويبمنت، يعني احتياطات الوقاية الشخصية أو أدوات الوقاية الشخصية اللي هي ببساطة الجوانتي والجاون والأوفرهيد والماسك والآي جوجل وأي حاجة أنا بلبسها علشان تحميني بنقول عليها PPE. الشارب والتعامل مع الحاجات الحادة جوه المستشفى، التنظيف والتطهير ولازم نعرف يعني إيه كليننج يعني إيه ديسنفكشن وإمتى أقول بنظف وإمتى أقول بطهر وإمتى أقول بعقم وإيه الفرق ما بينهم التعقيم والتنظيف والتطهير. التعامل مع الويست او النفايات وهنشرحه برضو بالتفصيل، الاميونيزيشن والفاكسينيشن، كل المحاور بتاعتك دي بتعملها ليه؟ بتعملها عشان تريديوس الريسك. انه ريسك؟ الريسك من اي حاجة سواء كانت على البيشنت او على الهيلث وركر او على الفاميليز اند فيزيتورز. بنعمل زي ما قلت لكم في البروجرام الكوميتي بقى هتسمعوا بقى فيه الانفكشن كنترول كوميتي، في لجنه مكافحه عدوى بتجتمع شهريا عشان تناقش الحاجات، بتعمل سيرفيلانس بتجمع داتا وهناخدها بالتفصيل، بنجمع داتا ايه وبنعمل ايه وبنتابع الداتا ازاي وبنفوكس على ايه.
بنعمل root cause analysis أو نشوف إيه السبب اللي حصل، وده بيبقى مهم جدا كمان في حالة كده مثلا اتوفت نتيجة infection، لازم نقعد ونشوف طب حصل ليه، طب infection دي كان سببها إيه، طب إيه السبب، ونعمل root cause analysis وبناء عليه نعمل action plan وبناء عليه أخد الريسك فاكتور دي علشان أمنع حدوثها فيما بعد وأشوف أنا غلطت في إيه في المرة. بعمل implementation زي ما قلنا للstandard precaution والhand hygiene والguidelines بتاعتي لازم تكون ليها reference دايما انت كبتاع infection control ما تطلعش كلمة من بقك غير وانت عارف الreference بتاعها، والله الreference بتاعها في الابك مكتوب كذا، في الـ WHO guideline مكتوب كذا، في الـ CDC guideline مكتوب كذا، عندي هنا في مصر عندي الدليل القومي لمكافحة العدوى مكتوب فيه كذا، بس عندي ريفرنس ما ينفعش اقول هو كده المفروض ما ده ما يتشال ده يترمي. ده كتير قوي نشوف انفكشن كنترول يقولك ايه لا ده ممنوع يدخل المستشفى، ممنوع يدخل المستشفى ليه؟ طب اديني ريفرنس، طب قول لي ايه انت استندت على ايه علشان تقول ده ممنوع، طب ما ينفعش ندخله بس بطريقه تانية، هو ده الانفكشن كنترول. احنا ليتر انا هنحكي كتير قوي في ان الانفكشن كنترول الحقيقه علشان نفهمه ونشتغله صح هو ما فيهوش واحد زائد واحد صفر خالص، وكتير قوي من الحاجات لما تيجي تدق عليها في الجايد لاين تلاقي كلمه مشهوره قوي يقول لك ايه ستيل ديبيتد يعني لسه مش عارفين، او يقول لك unresolved issue بيكتبوها كتير قوي في الدبليو اتش او والسي دي سي ودول اكتر يعني ريفرنسز احنا بنعتمد عليهم، يقول لك ده unresolved issue. يعني ايه unresolved issue؟ يعني ما فيهوش واحد زي واحد سنة، كل مكان بيعمله على حسب طريقته بما لا يخل بالاساسيات بتاعته، حاجات لازم نشوف لها حل، وهنشوف ده بقى واحنا ماشيين كده في المواقف والكيس سيناريو اللي بتحصل. خلاص انت عندك patient حصل معاه كذا ومضطر تركب له كذا، هتعمل ايه؟ فهنبتدي نفصل على حسب الموقف بتاعنا حلول تمشي مع الـ scientific guideline بتاعتي وفي نفس الوقت تمشي مع الموقف اللي حاصل، وهو ده على فكرة اللي بيفرق الـ infection control الشاطر من الـ infection control اللي حافظ مش فاهم. زي ما بيقول اللي حافظ مش فاهم بيبقى strict قوي وهو كده وما عنديش غير كده، اللي بيبقى فاهم بيبتدي يدور على حلول بالإمكانيات المتاحة بالموقف اللي قدامه. جزء كبير طبعاً من شغلنا staff education، وفي شابتر كامل هنحكي فيه اسمه education and research، وازاي نعلم الناس وازاي نأثر فيهم وازاي لما نعلم حد حاجة ما ينتهيش وازاي التعليم ده يفضل موجود ويستفاد بيه ويأبلاي عليه في الواقع، ده شابتر كامل. البيشنت education كمان مهمة قوي، احنا بنعلم البيشنت احيانا يتصرف ازاي ويعمل ايه، ومثلا مثال على كده العيان اللي بيبقى في العزل لازم نفهمه انت معزول ليه والممرض اللي عندك ده بيتنقل ازاي وتعمل ايه علشان ما يتنقلش، شوية patient education والfamily والvisitors طبعا education برضه، والisolation precaution هنتكلم عنها بالتفصيل والprotective isolation. كل ده انا بتكلم في ازاي اقلل الريسك اللي هو ايه، كل نقطه من دول او كل بوينت من دول احنا هنشرحها مره لوحدها او هنشرحها لوحدها، زي ما قلنا ستاف ريشيو ستاف اميونايزيشن ستاف ورك إلنس، ولما يكون عندي ستاف ورك عيان اتصرف ازاي، هقعده للشغل هديله اجازه مرضي لا هنزله الشغل هعمل له ريستريكشن هديله تطعيم، كل دي ريسكس موجوده وانا بعمل لها مانج. اخر حاجه هنشرحها النهارده عشان نبقى كملنا الديفينيشنز بتاعنا وفهمنا البرود لاين هي الاميونو كومبرومايز بيشنت، هنقول عليهم بس كلمتين وصوت ونبقى النهارده ان شاء الله كده خلصنا. زي ما قلت لكم النهارده كلها كده ايه تعريف وفريم كده عريض، وان شاء الله من المره الجايه بقى نبتدي نلم الحاجات دي، بس عندي لانجويج بعرف اتكلمها، فاهم يعني ايه ريسك، فاهم يعني ايه كولونايزيشن، فاهم يعني ايه كونتامينيشن، فاهم يعني ايه انفكشن، فاهم الكلام المصطلحات بتاعت الانفكشن كنترول اللي هنمشي فيها بعد. الاميونو سبريسنت بيشنت او الاميونو سبريسنت بيشنت سهله قوي مش محتاجه، هو عيان مناعته ضعيفه، طب بعرف ازاي او اتاكد ازاي او ايه العلامات اللي تقول ان العيان ده مناعته ضعيفه،
انه يكون عنده الاشهر والاهم حاجه بتظهر في السي بي سي او في صوره الدم الكامله اللي هي النيوتروفيل. يعني العيان ده الجهاز المناعي بتاعه ضعيف، السيلز المسؤوله عن الدفاع عنه قلت شويه. كلمه نيتروبينيا يعني نيتروفيلز او النيتروفيل سيلز، بينيا يعني قليل، يبقى النيتروفيل سيلز قليل. دي واحده من خلايا الدم بتظهر في السي بي سي، بيبقى مكتوب كده النيرو النيتروفيل والعد بتاعها كام والنورمال رينج بتاعها. لو قلت عن 1000 يبقى الراجل ده عنده نيتروبين. طيب في ممكن تقل عن كده، بيبقى اسمها سيفير نيتروبين. لو قلت عن 500 يبقى العدد، لو قل عن 1000 يبقى نيتروبينيا، ولو قل عن 500 سيفير نيتروبينيك بيشنت. ايه اللي بيعمل الحاجات دي؟ نفس الحاجات اللي احنا عارفينها، بياخد اميونو سبريسد دراج، عنده مال نيوتريشن عنيف جدا او سوء تغذيه عنيف جدا، عنده اتش اي في اولد ايج جدا. في بعض الامراض الوراثيه بتعمل كده، في بعض الامراض الميتابوليك ديزيز بتعمل كده، في بعض لما يكون خارج من تروما او من سيرجري كبيره او كده، كيموثيرابي، حاجات كتير قوي تخلي الانسان عنده بعض الامراض. في امراض كتير ممكن تعمل نيتروبينيا Depression. العيان يبقى عنده immune deficiency. يهمني في ايه بقى اللي عنده immune deficiency ده؟ انه اكثر عرضة للinfection من غيره، مش انا لسه قايله لكم على opportunistic infection، تجيله opportunistic infection اكتر من غيره، وتجيله infection عادية مش opportunistic ولا حاجة برضو اكتر من غيره، لان الجهاز المناعي بتاعه مش كويس. طب انت بقى لما يبقى عندك في المستشفى عيان عنده اميونو سبريشن لاي سبب من الاسباب الكتير اللي قلنا عنها، بتعمل ايه؟ بتحطه في حاجه اسمها بروتكتيف انفايرمنت. العيان ده هو عكس كل العيانين التانيين، انت كبتاع انفكشن كنترول العيانين التانيين بتبقى خايف منهم لينقلوا العدوى جوه المستشفى، صح؟ خايفين منهم، عندهم حاجه بتتنقل عن طريق لمس، خايف منهم عن طريق الرذاذ، فخايف منهم عن طريق الاير بول او الهواء، فخايف منهم. لا ده بقى العكس، عشان كده بيقولوا عليه العكس، يعني انا مش خايف منه ده انا خايف عليه. العيان ده لو تطول تحطه جوه برطمان ازاز وتقفل عليه يبقى كويس. انت عايز تحطه في بروتكتيف انفايرمنت بحيث انك تحميه من اي شويه هواء معديين. يعني ايه تحميه من اي شويه هواء معديين؟ يعني لو حد عادي ممكن يكون هيلث كير وركر عادي يعديه بحاجة أصلاً ما بتعديش الناس العادية، أي حاجة صغيرة ممكن تسبب له مشكلة كده، وبناء عليه بحطه في البروتكتيف انفايرمنت دي، وبحط الساين دي على الباب وبقول له مفيش حد، ممنوع الزيارة، الباب يفضل مقفول طول الوقت، استريكت هاند هايجين للي داخل واللي خارج، استريكت ستاندر بريكوشن، والبس الجوانتي والبس الجلوفز والبس الماسك والبس المش عارفة ايه وانت داخله، ومفيش فريش فروتس ولا فيجيتابلز تدخل عنده، ما ياكلش حاجات نيه، كل اكله يكون مطهي جيدا علشان الفريش فروتس ممكن تديله انفكشن، والفريش فيجيتابلز ما ياكلش سلطه، ما ياكلش خضار، ما ياكلش اي حاجه غير مطبوخه ومعرضه للحراره كويس جدا، ما بيدخلوش اي بلانتس ولا زرع ولا مش عارفه ايه، لان الحاجات دي برده ممكن تكون محتاجه. بحط الساين دي على الباب وبقول دي بروتكتيف انفايرمنت، والراجل اللي جوه ده يا جماعه من مرضى منقصين مناعة، مشهورة قوي بنعملها في العيانين بتوع ثيرابي، وبنعملها في العيانين اللي داخل زرع، اللي داخل زرع كلى او داخل زرع كبد، بياخد ادوية مضبطة للمناعة جدا 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 علشان ما يحصلوش ريجكشن بعد كده، يعني بيعملوا له تظبيط للمناعة عشان الجسم ما يفوتش الزراعة اللي هتحصل. فالفترة اللي هو بيبقى فيها بيتحضر للعملية بتبقى مناعته زيد، اي شوية هواء معدي ممكن يسبب له انفكشن عنيف، فبنحطه في البروتكتيف انفايرمنت. زي ما لسه قايلين بقى الكلام اللي كان موجود في الساين، فاكر هاند هايجين، ما دخلوش انفيزيف لاين غير للضروره قصوى، يعني مش عايزه اركب له كانيولا غير لو هو فعلا محتاج، لان الكانيولا دي قد تكون سبب في انفكشن. الاورال هايجين بتاعه بيتعمل له اورال هايجين بكتير، يعني مخصوص قوي بيتبعت بيتعمل بقه وبطنه بشاشه بمطهر كل يوم، او كل 4 مرات في اليوم، بتعمل احيانا كل 2
وما بيعملش بفرشة كمان عشان مش عايزين نجرح اللثة بتاعتي، بنعمل بنورمال سلاين عشان بنتقاسين عليه زي بيبيهات. طبعا نهاية كتير الوركر اللي بيدخله بيبقى لابس كل سي تي تي، ممنوع انه يطلع النص، ممنوع انه يلمس حاجه، ممنوع انه يحصل كونتاكت معاه. لو عندي هيلث كير وركر اصلا عيان مستحيل هدخله، يعني واحد عنده بلد تمريض عنده بلد نخش، لازم ادخله واحد هيلثي لابس كل سي تي تي. وغالبا بخصص له شخص واحد، ما بخليش يخش له ناس كتير داخلين طالعين عليه، عدد كبير من التمريض او الدكاتره او الناس اللي شغاله. زي ما قلنا ما بندخلوش اي حاجه فيها رو فيجيتابل او فروت، ما بدخلوش بلانتس او فلاورز. لو في جوه الاوضه حوض، الحمام، الحاجات اللي فيها مواسير، كل الحاجات دي لازم تكون نظيفه جدا. ما فيهاش حاجه بتنقط، ما فيهاش حاجه بايظه، لان ممكن تكون تسقط ليجينيلا وهو اصلا منقوص المناعه. ما بستخدموش ثلج، الثلج برضو ساعات بيبقى فيه بكتيريا، ما بستخدمش ثلج خالص معاه. اي ميه بتدخله لازم تبقى ستيرايل ووتر، معقمه تماما عشان ما تعملوش انفكشن. ممنوع طبعا الزياره، ممنوع اي حد عنده اي كومنت بالديزيز يتعامل معاه، ما فيش اكل من بره المستشفى ممكن يدخله. كل حاجه عنده لازم تكون اندر كنترول. بحط العلامه على الباب بتاعتي وبكتب انفايرمنت، وبمشي بقى اشيك على النقط دي واحده واحده. ما فيش اللي كله لازم ولازم ولازم ولازم، عشان زي ما قلت لكم انا خايفه عليه جدا. طب حاجه ثانيه ينفع اعملها له، بكتب انفايرمنت هي الفنتيليشن بتاع الاوضه، ليه مواصفات مخصوصه بيقولوا عليه بوزيتيف بريشر، هو عكس النيجاتيف بريشر. الفنتيليشن في المستشفى الاثنين دول مخصوصين، في بروتكتيف انفايرمنت بوزيتيف بريشر، وفي اير بورن اللي هو تكوين العيون اللي انا قلت لكم عليه، الدروبلت بتاعته صغيره جدا جدا 3-5 مايكرون، بتتعلق في الهواء وبتعلق كل الهواء اللي في الاوضه انفكشن. ده العكس بيبقى نيجاتيف بريشر. طب عشان نفهم كده واحده واحده، ايه البوزيتيف وايه النيجاتيف، ودي معناها ايه، هتقابلنا ليه برضه في الاير كواليتي ان شاء الله. العيان اللي انا بتكلم عليه بقى بتاع البروتكتيف انفايرمنت اللي انا خايفه عليه ده، احطه في اوضه نظيفه جدا ما فيهاش بقى ولا ميه ولا بكتيريا ولا تراب، وخايفه عليه لابسه كل حاجه ومحدش بيتكلم والكلام ده. عايزه الهواء اللي جوه الاوضه ده يبقى بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني لما افتح باب الاوضه والهواء يخرج لبره. عارفين لما تدخلوا اوضه العمليات، لو حد دخل اوضه العمليات، مش اول ما باب اوضه العمليات بتلاقي في هواء ساقع مقابلك، يعني انت داخل كده الهواء بيزق في وشك كده، صح؟ بيزق في وشك كده ليه؟ عشان هو بوزيتيف. لما تفتح الباب الهواء النظيف اللي جوه يخرج على بره، لكن الهواء اللي بره في الطرقه او في الشارع او في اي مكان ما ينفعش يدخل جوه. لا، الهواء بيزق من جوه لبره، يبقى كده بوزيتيف. من جوه لبره بوزيتيف بريشر. مشهوره اوضه العمليات، عشان انا عايزه اوضه العمليات تبقى كلين، انا دايما بعمل بوزيتيف بريشر ده في الاماكن اللي انا عايزاها تبقى نظيفه، مفيش نقطه تراب تخشها. عايزه الباب لما يتفتح الهواء يزق لبره، لكن مفيش حاجه تتكلم، هتفضل كلين. يبقى البوزيتيف بريشر روم زي ما بقول لكم مشهوره قوي، اوضه العمليات بوزيتيف بريشر، والبروتكتيف انفايرمنت لو عندي عيان كومبرومايز بنعملها بوزيتيف. طبعا مش كل المستشفيات عندها البروتكتيف انفايرمنت دي، المستشفيات اللي بتستقبل عيانين مصابين من مستشفيات السرطان، المستشفيات اللي بتتم فيها زراعه، المستشفيات الكبيره قوي بيبقى عندها على الاقل اوضه بروتكتيف انفايرمنت للمرضى مصابين من المناعه، بيظبطوا ضغط الهواء فيها انه يكون بوشنج للبر، الهواء اللي جوه الاوضه يخرج لكن مفيش حاجه من بره تدخل، فتفضل الاوضه طول الوقت كلين. العكس بقى، العيان الثاني اللي انا خايفه منه ومرعوبه ده، اللي الهواء اللي هو بيتنفسه مليان انفكشن،
الأوضة الثانية، الأوضة دي مليان الهواء بتاعها نيوكلياي صغيرة وإنفكشن وديرتي وخايفة من الإنفكشن، فأعمل إيه؟ أنا مش عايزة الهواء الديرتي ده يخرج على الناس اللي بره أو على العيانين التانيين أو على أي مكان تاني، عايزة الهواء ده يفضل هنا وعايزة أرميه على الشارع أو أرميه على أي شانل تانية تفضلي بس ما يخرجليش على الطرق. فبعمل الأوضة دي نيجاتيف بريشر. يعني إيه نيجاتيف بريشر؟ بالبلدي كده أو لو عايزة أفهمها شفاط، الأوضة يكون فيها شفاطات. يعني إيه شفاط؟ زي شفاط المطبخ طبعاً، في المستشفيات بتبقى شفاطات قوية ليها يعني معايير معينة بقوة شفط معينة. المهم إن الأوضة دي أوضة شافطة ساكشن، طول الوقت بتساكشن بتساكشن وترمي على بره، يا إما على مكان فيه فلتريشن بيفلتر البكتيريا دي ويرمي الهواء على بره. يبقى لما أفتح باب الأوضة يحصل إيه؟ في ساكشن هنا، محطة ساكشن، فالهواء اللي في الطرقة هنا يدخل هنا نجي بقوة الشفط اللي موجود، فيفضل الهواء الديرتي ده ما ينفعش يخرج على الناس اللي بره لأنها خايفة مش عارف يخرج، فتفضل الأوضة دي نيجاتيف بريشر. كلمة نيجاتيف بريشر إيكوال ساكشن، نيجاتيف بريشر إيكوال ساكشن. طب والبوزيتيف بريشر العكس بقى، طاردة، يبقى فيها طرد، قوة طرد. نيجاتيف بريشر هتبقى الأوضة اللي فيها انفكشن خايفة منها، تفضل الأوضة الهواء اللي فيها بحاول افلتره وارميه ما خرجوش على بره، ودي بستخدمها مع عيانين الاير بورن ريجوليشن. و البوزيتيف بريشر دي الاوضه الكلين اللي انا عايز احافظ عليها كلين، وبناء عليه لما الباب يتفتح يبقى في قوه طارده تطرد الهواء لبره لكن مش حاجه تدخل من بره، ودي بستخدمها مع العيانين اللي انا خايفه عليهم اللي هم الايمونوكوم، يبقى الاثنين عكس بعض، ده خايفه عليه لكن ده خايفه منه، ده بوزيتيف بريشر لكن ده نيجاتيف بريشر، ده كلين لكن ده ديرتي، ده بيطرد الهواء لكن ده فاكشن مش فاهم مفهومه كده؟ اي حد ممكن يكون اتلخبط فيها؟ نعم؟ تمام. الاير بورن ايزوليشن يتحط في الاوضه العاديه؟ لو هو معلش عشان تفتح مصور، انت تقصد العيان الميوكوكومبرومايز وعنده ايربون انفكشن؟ لا لا انا عكس معلش سؤالك تاني عشان شوية. طيب هو بابا كده؟ اقدر اقول عليها اقدر اقول عليها طيب انت بقى الير العيان بقى خلاص اللي انا خايفه عليه اللي احنا بنتكلم عنه وعامله كل تعرف ان في انفكشن حصل، يعني العيان اللي كنت مايل ولقط البروتوكول بتاعتي ما كانتش كفايه ولقط او حصلت له اي طبعا لو حصل دكتورة صوتك مش واضح.
صوتك راح دكتورة. مش سامعني. تمام كده. تمام تمام ايوه اه كويس. تمام. انا هنا بقول في السلايد دي على لو حصل انفكشن من تروبينيك بيشنت، يعني لو انا عندي عيان في بروتكتد انفايرمنت امتى اخد بالي ان انا كده لا الانفكشن حصل، انا عامل البريكوشنز بتاعتي فيها ديفكت او حصل اي مشكله والعيان خلاص اوريدي خد انفكشن، امتى بقى الحاجات اللي تبقى اليرتد عليها ان في انفكشن حصل؟ اي نيتروبينيك بيشنت لو حرارته عاليه ده اليرت ساين طبعا، فوق 38 نيتروبينيك بيشنت غالبا ده انفكشن. اي بين حصل في اي مكان في سيمتوم ظهرت عليه ده انفكشن حصل. اي حاجه تغير في التشست اكس راي بتاعته ده غالبا نيمونيا، تحصل لهم نيمونيا بسهوله جدا اللي هو الالتهاب الرئوي pulmonary infiltration في chest x-ray العيان neutropenic دي صعب. الريسبونس بتاعه او المنتال حتى لو الصوت بيقطع او يبقى less conscious او الريسبونس بتاعه مش كويس زي الاول ده علامة من علامات الانفكشن. كده تمام ولسه بيقطع. كده تمام. كده تمام. طيب كنا بنقول الكونشس ليفل بتاعه مهم قوي والريسبونس بتاعه لو اتغير او حصل فيه اي تشينج في المينتال ستيتس بتاعته ده من ضمن الحاجات اللي تديني ساين في انفكشن حصل. لو حصل عنده سيفير ووتري دايريا غالبا ده بيبقى حاجه اسمها كوليستريديوم ديفيسيل انفكشن مشهوره قوي في الناس البروتكتيف انفايرمنت او الناس اللي هم كومبرومايز، ودي مهمه قوي في الامتحان بتاع السيبك الكوليستريديوم ديفيسيل دي وهناخد فيها محاضره لوحدها. كوليستريديوم ديفيسيل بتحصل ازاي وبتعمل ايه؟ بتعمل سيفير ووتري دايريا وبتيجي اكتر للناس اللي دي علامه خطيره جدا لو جتها لحد اميونو كومبرومايز. احنا كده النهارده خدنا زي ما شوفنا كده كلمتين بس مقدمة عن الامتحان وهنعمل ايه في الامتحان ونسجل ازاي، تعرفنا على الـ chain of infection reports بتاعتها وعرفت انا دوري كـ infection control اعمل ازاي reducing الـ risk وقلل الـ risk ازاي وايه هي الـ risks اللي المفروض عيني تروح عليها، واتكلمنا في حتة صغيرة عن الـ neutropenic patient والـ protective environment. هنكتفي كده النهاردة وإن شاء الله هتبقى أول محاضرة بقى بحق وحقيقي أو يعني فيها بقى معلومات أكتر في الدومين الأولاني بتاعنا اللي هو الـ Identification of Infectious Process. لو في حد عنده أي حاجة عايز يسأل عليها قبل ما نقفل النهاردة ياريت، ولو في أي حاجة later بعد كده حتى في أول المحاضرة الجاية، يعني إحنا مثلا ممكن ناخد الأسبوع ده تقروا المحاضرات الـ sorry الـ presentation، ولو في حاجه مثلا وانت بتقرا لقيت ده انا ما فهمتهاش قوي طبعا انتوا معاكم الريكوردنج بتاع التسجيل ممكن تسمعوا تاني الحته اللي ما كانتش واضحه قوي، ولو في حاجه عايزيننا نتشيك عليها تاني قبل ما نبتدي المره الجايه انا في اول المحاضره كده معانا شويه 10 دقائق كده لو في اي حاجه. وان شاء الله احنا بعد كده هيبقى عندنا اسئله هتتحل في اخر كل محاضره كابلكيشن، يعني احنا نطبق ونشوف الأسئلة بتتحل إزاي والمعلومة بتيجي إزاي. حد عنده أي سؤال أو حابب يضيف أي حاجة قبل ما نقفل؟ دكتورة شروق، أولاً طبعا. شكراً لحضرتك المحاضرة جميلة والشرح جميل الله يخليك. ثانياً بالنسبة لي في الفيوتشر سيشنز إن شاء الله هيكون يعني هو حضرتك قلتي هيكون في اسئله بنحلها during the session. طيب بعد لما بنخلص يعني هل بيبقى في homework يتعامل مثلا خلال الاسبوع غير ان احنا نراجع البرزنتيشن ولا هيكون limited للبرزنتيشن مراجعه؟ لا هيبقى فيه طبعا، لا هيبقى فيه تطبيق طبعا، بس احنا في الاول هنشوف في الاول الاسئله بتيجي ازاي وبنفكر ازاي بنحل ازاي مع بعض، بعد كده اما نتقدم شويه هيبقى فيه طبعا assignments وحاجات هنحلها.
الاساينمنتس تقريبا كده بتاخد كام ساعه شغله علشان ابقى عامله حسابي في الجدول الاسبوعي بتاعي؟ بصي، هو كل شابتر بيختلف عن التاني، بس هبقى اقول لكم مثلا قبلها في حاجات بتبقى مثلا 30 سؤال ممكن يتحلوا في نص ساعه، وفي حاجات ممكن تكون بقى ليتر لما نخلص او نقرب نخلص هناخد 100 سؤال ممكن يحتاجوا ساعتين. وفي حاجات برضو خلي بالك بتبقى تبع انت تحصيلك قد ايه، ممكن ال 30 سؤال تحليهم بسهوله، وممكن في اسئله بتروحي تقري المكان بتاعها علشان هتاخد معاكي وقت شويه. فهي بس هي احنا بنقول عليها مش هوم ورك قوي او اساينمنت قوي، هو ليرنينج، هي طريقه من طرق الليرنينج ان انا اشوف السؤال فارجع للمعلومه فتثبت عندي اكتر او اقراها بشكل مفصل اكتر. فده دي طريقه من طرق التعلم، يعني انا بتعلم برضو بطريقه حل الاسئله. فهي تمام. هتاخد معاكي وقت قد ايه؟ ده اكوردنج يعني انت تحصيلك قد ايه وناقصك قد ايه ومحتاجه تقري قد ايه. تمام، يعني نقول افريج مثلا في الاسبوع الواحد محتاج من نص ساعه لثلاث ساعات. يعني يبقى حلو قوي لو ذاكرنا في الاسبوع ساعتين، قرينا المحاضره وحلينا عليها، قرينا المحاضره في ساعه وحلينا عليها في ساعه، يبقى حلو. تمام، ممكن الناس تحتاج اقل من كده وفي ناس ممكن تحتاج اكتر من كده برضو تبع الباك جراوند اللي موجوده عندك، المعلومات اللي اوريدي فيه. في ناس انا المعلومات اللي قلتها النهارده ممكن تكون بيزك بالنسبه لهم او يكونوا عارفينها قبل كده، وفي ناس لا احنا لسه بنتعلم من الاول وهكذا، فهي ديفرنت بتختلف من شخص لشخص. تمام. طيب سؤال اخير يا دكتور، حضرتك معانا على الجروب؟ هيدخلوني ان شاء الله، انا لسه ما دخلونيش. انت بتقصدي جروب الواتساب؟ جروب الواتساب. ايوه. لا هيدخلوني النهارده ان شاء الله. تمام ان شاء الله، شكرا جدا ليك يا دكتور. العفو. طيب معلش لو سمحت يا دكتوره، اتفضلي. هو الريكوردنج هيجي لنا على الميل ولا هيتحط على جروب الواتساب؟ يعني هبصي هخش على الجروب النهارده، وحد من الكوردينيتورز بقى يظبط لنا الدنيا دي كلها وكل حاجه نقولها على الواتساب. اتفقنا؟ طيب. عشان انا بس عشان النهارده اول يوم، فانا مش عارفه يبعتوها على الميل ولا على الواتساب، والاسهل لكم يعني هي كده كده بي دي اف هتتبعت هنا او هنا، مش مشكله. طيب ممكن معلش الماتيريال بتاعه النكست ليكتشر تكون معانا قبل الليكتشر على اساس ان احنا لو حبينا نكتب فيها حاجه وحضرتك بتشرحي؟ تتبعت لكم يوميها ان شاء الله. ماشي. طيب يوم المحاضره يعني ابعتها لكم السبت قبل المحاضره، يا السبت بالنهار كده او الصبح. اوكي ماشي. طيب شكرا. حد عايز يضيف اي حاجه او حد عايز يقول اي حاجه؟ دكتوره اتفضلي. لا بس كنت اسال في معلومه، اللي هو النيتروبينيا، هذه هو النيتروفيل سيلز قديش لازم تكون؟ بصي هي بتختلف على حسب العمر. على حسب العمر وعلى حسب الكيت اللي المعمل بيستعملها، فانت دايما ارجعي للنورمال رينج اللي مكتوب في التست نفسه. لانها بتختلف، ممكن من كيت لكيت او من معمل لمعمل، وممكن من طفل لكبير في نورمال رينج مختلف. ف بترجعي للنورمال رينج اللي مكتوب عندك في التست. طيب دكتوره، لكن هي اقل من 1000 تبقى نيتروفيل، واقل من 500 تبقى سيفير نيتروفيل. سيفير. طيب ودكتورة في سلايد كان مكتوب reducing risk of HAIA، ايش هذا ال HAIA؟ healthcare associated infection. ممكن تكتبيها healthcare associated infection، بمعنى العدوى اللي بتحصل جوه ال healthcare، يعني جوه المستشفيات او جوه الاماكن الصحيه الرعايه الصحيه. اوكي يعطيك العافيه دكتوره. نعم. انا كنت بس بسال على بالنسبه للتكست بوك، في سورس معين ممكن اجيبه منه؟ الايبك هو في سوفت كوبي ممكن نبعتها لكم على الميل، بس هي تقيله شويه، ممكن تبقى لينك بقى او حاجه وتحملوها. ده كسوفت كوبي، لكن كهارد كوبي هو اصله كبير قوي فمفيش حد بيطبعه. لا انا عارف، انا كنت بدور مثلا على سوفت كوبي لو مثلا هو هيتبعت لي او انا مثلا اللي ادور عليه. لا ابعته لحد، مفيش مشكله. يعني كريسورسز من ضمن الريسورسز نبعت لكم نسخه من الايبك اللي حابب يفتح فيه، متقسمه شابترز،
بيبقى سهل قوي انك تدور على الشابتر اللي انت يعني عايز تدور فيه وتفتحه وتقرا فيه من ريفرنس بقى. تمام شكرا لحضرتك يا دكتور. بالنسبه لسؤال تاني بالنسبه للبي دي اف مثلا او السوفت كوبي نفسها بتاعه اللكتشرز دي مثلا هي هتنزل على سايت معين ولا بتنزل بس في جروب واحنا بندونها؟ هيبعتوها لحضرتك على سواء على الواتساب او على الايميل, خلينا نسق معاهم واللي يريحكم مفيش مشكله, هي بي دي اف تبعتوها هنا وهنا او على الايميل وتبقى موجوده عندك سايبها على الكمبيوتر ترجع لها او على الموبايل ترجع لها, بس كده كده هتتبعت لكم. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يعني. دكتورة استاذن حضرتك سؤال فولو اب للسؤال اللي قبل كده بخصوص الريفرنس رينجز لما كان سؤال النيتروفينيا. طب احنا هل محتاجين نبقى اوير بالنورمال ريفرنس رينجز للإنفكشن ولا لا؟ لا 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 مش هتفرق معاكي انت كإنفكشن كنت في حاجة خالص, يعني انت في الاخر مش كلينيشن, كل كلينيشن بيبقى عارف الحتة بتاعته او الشغل بتاعه, هو بيحصل معايا كذا في النورمال رينج فبيوديه للتشخيص الكلي. انت في الاخر ما انتش طبيب معالج وما انتش بتشخصي, بس احنا مهم قوي كانفكشن كنترول نبقى عارفه ان العيان ده نيتروبيني يعني امينو كومبرومايز. امتى؟ لو في الالارم اللي هو بتاع اقل من 1000 او اقل من 5000. تمام. يعني احنا لجينا في الامتحان مثلا سؤال ويبقى مكتوب فيه رقم معين؟ لا 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 ما بيسألكيش في أرقام خالص خالص, ما يهموش ولا يخص. يعني أنا عايزة أقول لكم الإجزامز بتاعة الحاجات الشهادات الأجنبية كلها هو مش عايزك تبقي حافظة حاجة, لأنه أكتشوالي الحاجات دي بتتغير كتير جدا, والحاجات دي أنا لو مش عارفة النورمال رينج هعمل سيرش دلوقتي وطلعه, يعني فهماني؟ لو أنا مش حافظاه سهل جدا أن أنا أوصله, فأنا مش هستفاد حاجة أني أكون حافظاه, بس هستفيد ان انا اكون فاهمه ايه الاكشن المفروض اخده وامتى اخده واخده ازاي, امتى تبقي اليرت, امتى يضرب عندك الالارم العيان ده لازم يتنقل من الاوضه بتاعته ويتحط في اوضه بروتكتيف انفايرمنت. امتى من غير ارقام؟ يعني هو مثلا هيديك الحاله ويقول لك دي كده نيتروبينيا مثلا, مش هيقول لك مثلا لا 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 هيقول لك دي اصل نيتروبينيا, لا لا هيقول لك العيان ده نيتروبيني هتعملي ايه, او هيقول لك العيان ده النترو العد بتاعه اقل من 1000 او اقل من 500, حاجات واضحه جدا, لكن أوه. عمره ما هيلعبك في ارقام خالص. تمام شكرا. نعم اتفضل. سنوات خبره صح؟ كانوا قايلين في اخر ريكويرمنت سنه او سنتين لو بارت. طيب التدريب ممكن تعتبر يعني لو تدربت سنة كاملة في البسل انفكشن كنترول يتحسب طبعا. هو في الاول وفي الاخر زي ما قلت لحضرتك هي بتكتب في السي في, يعني انت هتكتبها في السي في ان انت اشتغلت انفكشن كنترول في فترة من سنة للسنة الفلانية او في الوقت من كذا لكذا, وفي الاخر اللي هو بيحتاجه او الورقة الرسمية اللي بيحتاجها هي موضوع الجوب ديسكريبشن, فهي الجوب ديسكريبشن دي لو حد هيقدر يساعدك فيها او يعملها لك يكتبها لك ما فيهاش مشكلة. انا عايزة اقولك في ناس بتعملها هي, يعني تعمل الجوب ديسكريبشن ليتر باسم مستشفى معينة وتبعتها, بس تكون شكلها انه اوفيشي, يعني في ناس كتير عملتها مش حقيقية واكسبتد كانت. يعني دكتوره بصي يعني في الاخر في الاول في الاخر انت يعني هتبعتي الدوكيمنت وهم هيقولوا لك اكسبتد او لا, بس في حاجات بتبقى شكلها بريزنتبل وتعدي وفي حاجات تبقى باينه ان هي يعني مش حقيقيه. يعني احنا يعني احنا هلا عاطلين عن العمل وبدنا نقدم الامتحان هلا مشكله عندي يعني لا بصي وقتها ان شاء الله ممكن ابقى اقول لكم يعني مثلا على تمبلت او على شكل كده ممكن نعمله, بس طبعا يعني ما ينفعش يبقى كله زي بعضه او ما ينفعش يبقى شبه بعض, هو كفر ليتر بتاع مكان ومكتوب فيه جوب ديسكريبشن بدباجه معينه واي حد بقى بيظبطها لك يعني يمضيها او يختمها او يعني بتمشي بتتظبط. دكتوره تحتاج توثيق مثلا من جهه حكوميه مثلا زي وزاره الخارجيه او حاجات زي كده ولا لا؟ لا لا ما عندهمش, هم من اي مكان, قطاع خاص قطاع عام واتيفر, بس مكان رسمي يعني
هم عايزين ورقة رسمية، لكن هو مش جهة حكومية عشان يدور وراك أو يشوف هي دي حقيقية ولا مش حقيقية. يعني فاهمني، هم لا هم عايزين بس زي evidence أو proof مش أكتر. الله يخليك. طيب دكتورة، بالنسبة للمواعيد خلاص تبقى هتبقى ستة إن شاء الله؟ سبت إن شاء الله من ستة لتسعة. كل يوم سبت؟ أيوة. شكرا لحضرتك والله، والشرح بتاع حضرتك ممتع جدا، استفدنا من حضرتك كتير النهارده. الله يخليكي، الله يخليكي، يا رب ان شاء الله الكورس كله يبقى مفيد ويكون ان شاء الله باذن الله استفاده كل واحد على الاكسبكتيشن بتاعته ان شاء الله. طيب يا دكتور، لو الميعاد مش مناسبني خالص، انا كنت في شيفت اصلا وبسمع وانا في الشيفت ومش عارفه اعمل رياكت معاكوا يعني وكده، ايه الحل؟ طيب مش عارفه بصراحه هو نقدر نغير الميعاد ولا لا، لان هو مناسب مع الناس كلها. طب معلش نرجع للكوردينيتورز ونشوف لو في مواعيد تانيه ولا لا. لو يعني الجمعه تناسب الكل، فاهمه قصدي؟ لان كل بزمان شفتات بس ممكن الحد يعني. الجمعه برضو بالنسبه لي هيبقى صعب للاسف. تمام. طب دكتورة، فكرة ان احنا نخليه لحد بدل السبت، هل مثلا ممكن يناسب الباقي في نفس الميعاد بس يكون لحد بدل سبت، ولا يبقى صعب؟ انا مش عارفة بالنسبة لبقية الناس الحد هيبقى عامل ازاي. انا بالنسبة لي مفيش مشكلة، بس مش عارفة باقي الناس. يعني انا عارفة السبت عشان الناس تبقى اجازة. طيب ممكن موضوع الميعاد ده نشوفه، نناقشه على جروب الواتساب والناس كلها تدي فوت ونشوف الميعاد المناسب. طيب تمام. تمام. حد عنده أي إضافة تانية أو حد عايز يقول أي حاجة تانية؟ تمام. سعيدة جدا بيكم جميعا، وإن شاء الله تبقى يعني كورس مثمر. أي حد محتاج أي حاجة إن شاء الله أنا هيدخليني على جروب الواتساب ونشوف إن شاء الله مع بعض. شكرا لكم جميعا. سلام عليكم.